مبروك عليك، مبروك علينا، برافو عليك، فرحتينا. كاين السؤال ديالي اللي عندي ليك، وتبارك الله اصعب حاجه هما ضربات الجزاء، ولكن اليوم تبتي التجربه اللي عندك تبارك الله بانك اسد وزقرتي في الدوحه، اللي راه المغرب كامل خارج دابا في هذا الاثناء، كل شيء في الزنقه. احنا كنحسوا يعني بالتشجيعات ديال الجمهور، يعني اللي جا ساندنا والجمهور اللي في المغرب ولا اللي في بلدان اخرى، فهادشي كيدفعنا باش نديروا هاد العمل اللي كنديروا. كنبغي نشكر كاع اللاعبين اللي داروا واحد مجهود جبار، يعني في واحد التركيز عالي 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 جدا. شابو للدراري، والحمد لله كان هذه واحد الفرحه لكاع الناس ديالنا. over here yes ياسين، واش عارفين اشنو تديروا دابا؟ كما كتعرف مين كتكون في حنايا، مين كتكون انتيغيغ ما كتغاليز با مزيان كشي، ولكن فمزيان، فاحنا خصنا نبقاو كونسونطري على خدمتنا وكاع لونتوراج. فحنا فرحانين بان يعني يكون كل شيء بحال هكا، ولكن مع الوقت غادي اون فاغياليزي. Over there, please. Yassine Bounou, Walid Regragui. Je suis un journaliste marocain, but I'm going to speak in English so all the journalists in this room will understand what I'm saying. Yassine and Walid, today you have made history. I don't have any question. I just would like to thank you. I would like to thank you because this has never been done in Moroccan football. You have gained back the trust of all a whole Moroccan generation. 40 million Moroccan people are happy. Tavala as a Moroccan. Long lean qiya, long lean qiya. Tavala as a Moroccan. Long lean qiya. Allah yashukr. Okay, so as that was not a question, let's go over here with the final question for him. Yeah. Over here, please.